منتابع وضمن الحملة اللي أطلقتها الهيئة السعودية للسياحة تنفس روح السعودية، خلينا نروح إلى قرى جميلة جدا بعيدة عن صخب الحياة بالمدينة، للي حابين يريحوا أعصابهم يروقوا بالهم ما في أحلى من القرى. ورح نروح إلى الباحة حيث التراث العريق والطبيعة الساحرة، رحلة خاصة عبر الطبيعة إلى قمم متصدة من الجبال العالية وقرابة 40 غابة كثيفة وأكثر من 1000 حصن منيع وعمق بيميز تاريخ قراها ورونق ثقافتها. أكيد عم نحكي عن الباحة يلي فيها مزيج من المتعة الحسية والبصرية، فيكن تتنزهوا بها القرى وتشوفوا المنازل الحجرية بساتيد المشمش الرمان القرى التاريخية الأسواق الشعبية. رحلة إلى الباحة غير كل الرحلات واللي ذكرناهن سابقا، هيدا اللي بحب أكيد القرى، أجواء الخضار، البساتين الحلوة. فيكن تروحوا إلى قرية ديعين يلي بتتربع كمتحف تاريخي مفتوح على قمة جبل من الصخور البيضاء وبتعود لأكثر من 400 عام، بتتميز بطابع المعماري المتكون من المباني الحجرية والحصون العالية والممرات الضيقة والأودية المحيطة. أيضا الغابات يلي بتتميز فيها هالمنطقة بمساحات واسعة، غطاء نباتي كثيف في مناطق طبيعية مثل منتزه غابة رغدان. أيضا القرى البعيدة عن الأعين، قرية شدا بمنتصف الطريق إلى قمة جبل إبراهيم، تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة بين المرتفعات العالية والمنحدرات الخضراء. بدل واحد يعني هيك بياخد سياستا بيروح على القرى بجلسة حلوة، أكيد بنصح كنا بهالكمان بهالمدينة الرائعة جدا والقرى الجميلة. وفي على فكرة إذا بتحبوا أكيد تعملوا تور، موجود في إمكانية أكيد لتعملوا جولات بقرية ديعين التاريخية غابة رغدان، كمان في الفنادق لكل يلي بحبوا أكيد يكونوا يتواجدوا لمدة يومين ثلاثة أربعة خمسة على قد ما بتحبوا، بالإضافة أكيد للمطاعم الحلوة، يعني كل شيء موجود ومسهل إن شاء الله لتعملوا سياحة بهالمنطقة. ودايما أكيد بتمنى لكم أوقات ممتعة بالباحة وبكل المناطق يلي عم نخبركم عنها تباعا. بحب ذكر أكيد أنه للمحتارين بيعطلتهم، يعني أنا حتى محتارة أنه مثلا عندي إجازة صيفية لازم أخدها، فوين بده يروح الواحد؟ أكيد السياحة الداخلية رح تكون هي الأفضل، خاصة أنه بعد مش واضح موضوع السفر كتير، كل يوم والتاني بنسمع أنه لازم الواحد يعمل يمكن فحوصات قبل ما يروح وقبل ما يجي وحجر وما حجر، فما يوجع راسه الواحد ويضيع عليه عطل نهاية الأسبوع. يعني أنا بنصحكم ببعض المناطق تروح عطل نهاية أسبوع، ممكن كل ويك أند الواحد يروح على مكان حلو، وممكن إذا عنده عطلة طويلة الواحد يتنقل بين هالمدن اللي عم نخبركم عنها. فضروري الواحد يسلي حاله هالصيفية ليغير الجو شوي، لأنه الجو شوي كان ضاغط. فهالوجهات السياحية إن شاء الله بتتسلوا وبتتونسوا فيها، لكن ودايما منقلكم أكيد مع السعودية والمناطق أكيد في الكتير من الأشياء الحلوة اللي ممكن تعملوها. وبقول هالسعودية هالصيف وكل صيف إن شاء الله أحلى